المهم والتيار والحوزة مشت فد طريق إن شاء الله وتوسعت وتكاملت إن شاء الله، لكنه المجتمع أنا حسب فهمي يتسافل شيئا فشيئا. فكيف نجمع بين هذين، أن الحوزة تكاملت وأن المجتمع شنو تسافل؟ المفروض إذا الحوزة العلمية تكاملت يعني شنو؟ يعني المجتمع يتكامل، لأنه نسبة طردية وليست شنو عكسية. إلا إذا نعزيها إلى سبب واحد، الفرقة ما بين الحوزة العلمية وما بين المجتمع. أنت ما نازل للمجتمع حبيبي حتى تعطيه ما وصل إليك، أنت من تتغذى وتأخذ العلوم الإلهية وتنهل من النور الإلهي على الصعيد الظاهري والباطني، يجب أن شو تسوي بعد؟ تعطيه. ولا العالم إذا لم يظهر علمه شنو فائدته؟ وخصوصا مع ظهور الفتنة، نقول له أكبر الفتن الذي تحدث في العراق. عليكم السلام. فأنت يجب أن تظهر علمك للمجتمع وتتوسع وتهدي هذا المجتمع الذي يحتاج إلى رعايتك واهتمامك وقيادتك. شو مدراء المكاتب؟ قيادات. شو أئمة الجمعة؟ خب السيد والد الله يقدس نفسه الزكي يقول على أنه في مع أئمة الجمعة كان الخطاب أصور أن إمام الجمعة هو قائد المنطقة، قائد المحافظة، قائد المكان، أيا كان، سواء كان صغيرا أم كان شنو كبيرا، لا فرق في هذا الناحية. فأنت كقائد كن تمارس صلاحياتك إذا أنت مطبق الأحكام الشرعية، مارس صلاحياتك بالطرق التي أولا الله سبحانه وتعالى يرضى عنها ومجتمعك أيضا يرضى عنها. ولا أنت قاعد ببيتك وساكت وتريد المجتمع يجيك، صعبة. ولا احنا شنو فرقنا عن الحوزة الساكتة؟ الحوزة الساكتة تنتظر المجتمع يجيها، طبعا المجتمع ما يجيها. احنا شو نسوي المفروض؟ احنا ننزل للمجتمع، احنا نروح للمجتمع حتى نهدي، مو ننتظر المجتمع يجي يقول تعالوا اهدونا. بالله اللي ما يريد يهتدي ما نهدي. حتى هي هاي سياستنا حبيبي، حتى السياسة قلنا لك هي شنو؟ هداية الناس. زين، اكو مثل ما قلنا قبل قليل انه تيار صعد والحوزة صعدت ولكنه المجتمع ما صعد. هذه ملاحظة يجب ان تلتفتوا اليها، نزولكم الى المجتمع. واكو من ناحية ايجابيات الحوزة وايجابيات تيار، واكو سلبيات ايضا للتيار، سلبيات كثيرة في الحوزة العلمية وسلبيات كثيرة فيما يسمى بالتيار واتباع الحوزة الناطقة. فدي يوم من الأيام واحد منكم حاول يحلها، يقول 1 2 3 10 نقاط هذه سلبيات، أجي أحط قدامها الحلول عسى أن أتكامل ويتكامل معي المجتمع باعتباري قائدا. لو لا أكيد هناك سلبيات تؤثر في التكامل، ويجب على الإنسان أن يتلافاها أو يجد لها حلا. هذه أيضا شغلة مهمة يجب أيضا أن نناقشها، وإذا عندكم أي سلبيات أو أي أطروحات من هذا القبيل لتكامل المجتمع وتكاملنا فجدا لا بأس بها أن أسمع منكم. أمر آخر فيما يخصنا نحن وما يخص عملنا، مرة نحكي على المجتمع، مرة نحكي على الحوزة، مرة نحكي عن أنفسنا. مذهب أمير المؤمنين سلام الله عليه يلم عدة طبقات ويجمع عدة طبقات، مو بس إحنا، ويجب أن تكون علاقتكم مع الجميع طيبة حبيبي، لأنه إذا أنت تريد تهدي الناس ما يجب أن تبتعد عنهم وتصدهم حبيبي، ولا ما راح يهتدي أبدا. ما يخصنا أكو إيجابيات وأيضا أكو شنو سلبيات. إذا تريدون نمشي على هالإيجابيات والسلبيات امشوا على هالإيجابيات والسلبيات. واحدة من السلبيات أو مثلا تنسيق بيناتكم أنا أجد شوي ضعيف، مثلا كتمان سر ماكو، وهكذا من السلبيات اللي أنا ما أدعيها لأنها طويلة بس كان أعطيك أمثلة. إن شاء الله بالمستقبل تآخيكم ضروري جدا، وأن تتصافى القلوب قبل أن تمتد الأيادي هذا هم أيضا ضروري،
ولا واحد يمشي بطريق واحد، واحد يمشي منه واحد يمشي منه، أنا نصير وصلتين حبيبي، وما ما نمشي ما نحصل كل شيء. فإن شاء الله نجد وأجد منكم على أنه أكو فد إقبال على أنه تتراضوا بينكم وتتحابوا بينكم، فجزاكم الله خير جزاء المحسنين. وهذا قبل أن يفرحني ويفرحكم يفرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى يفرح سيد محمد الصدر حبيبي، ولا ما حد يقبل بهذا تفرقنا إلا عدونا حبيبي، وهو الذي فرقنا أصلا، مو بس يفرح. فعليه هم أحب أن أسمع منكم أطروحات بصدد تنظيم العمل وترتيبه حسب ما تشاءون. تريدون يمشي هيك الوضع يمشي هيك الوضع، تريدون نحط بعض النقاط التي نسير عليها في عملنا لترتيبه وتنظيمه، أنا أيضا مستعد إلى سماعكم، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين.